الشأن الخارجي، تنظر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ادعاءات تشير إلى وقوع 8 هجمات بغازات سامة في سوريا منذ بداية العام الحالي. وكان المدير العام للمنظمة قد ذكر أن العمل مستمر للتحقق من مدى مصداقية الهجمات دون أن يحدد مكان وقوع تلك الهجمات. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت الشهر الماضي قوات الحكومة السورية بشن 8 هجمات كيميائية على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة من معركة حلب في شمال سوريا. أستاذ محمد، يمكن ظهور هذه الاتهامات قد يعرقل المفاوضات. برأيك هل تحتاج مفاوضات جنيف إلى من يعرقلها أكثر، أم أن هذه المرة هناك قرار سياسي لإيجاد حل فعلي على الأرض؟ خلال السؤال كويس، يعني شوفي بالجولة الثانية أو الثالثة على ما أتذكر، لا جديد حتى الآن. أتوقع مزيد من التسويف حتى يفرض الأسد سطواته بشكل أكثر. الضغوط السعودية والخليجية وحتى التركية طورت كثيرا. لا أعتقد أن الإرادة الروسية وراء الأسد أقوى بكثير، وبالتالي كل الحديث عن تجاوزات هنا وهناك بالأسلحة المحرمة وما ذلك لن يتم فيها، يعني حتى التحقيق فيها يأخذ وقت، وسيكون الأسد قد انتهى من وفرض توازن قوى جديدة على الأرض. تتوالى المواقف الدولية ضد تصريحات الرئيس اللبناني ميشيل عون الذي أعلن أن سلاح ميليشيات حزب الله يحمي لبنان، فيما اعتبرت السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد كلام عون تجاوزا لما وصفته بالخطوط الحمراء، ملمحة بسحب القوات الدولية من لبنان في حال عدم التزام لبنان بالقرارات الدولية. كما اعتبر السفير الإيطالي أن مواقف عون لا تخدم مصلحة لبنان، أما فرنسا فجاء ردها اقتصاديا مستبعدة انعقاد مؤتمر الدول المانحة لدعم لبنان.